وشباك يا بغداد، وبين الاثنين من التاريخ إلى المستقبل حب وعتاب. محزن لكن حزين، كل العراق وكل المنافي وكل الأوطان المكتوية بحرقة دم، ودمك اليوم مكتوب على ساعات الوقت الذهبية. ترجلت من على ظهر القصائد المهربة، لكنك جيش الجياد في ساحة المعركة. رحلت إذن الشاعر التاريخ والنادر مظفر عبد المجيد النواب، ونطق المحزونون اليوم بفقدك. رحل أبو عادل الذي مزقه المنفى. في خطواتي في أيامي يسافر في كل قطار أركبه، في كل العربات أراه، حتى في نومي يمشي كالطرقات أمامي. قصائد لم تخجل من أحد على حساب الوطن المشتاق له أبو عادل. ولعلك تدري أن جنازة مهيبة نقلتك من الإمارات العربية المتحدة إلى بغداد، ومن ثم إلى رابطة اتحاد الكتاب، ومن ثم إلى النجف، لتوارى الثرى جسداً، لكن الروح التي نثرتها في الأمسيات وصرخت بها في السجن كانت تحمل راية العراق عالية خفاقة. رحل المجدد في عصر الشعر العربي، رحل المربي في مدارس العراق منذ الخمسينات، المشتاق لأمه، لعراقه، للوطن. اغسل أعداءك في الحرب وحارب كالماء، أو اقلب نفسك واسكت كثلاث نقاط تحت الثاء، يا وطني سأنام. وتنام اليوم أبا عادل، ولكنك منحت العالم كله كنزا من حرف وقصيدة ورسالة شعر لم تتوقف عن أن تعلن أن الوطن لا يموت ولو طال الزمن. لا تحرك ساكن الأوجاع ريثما يأتي الصباح، ونوقظ الموتى يحيون العالم.